أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر سامح السيد من قناة Online English for All. حلقتنا النهاردة هي الحلقة الأولى من منهج تانية ثانوي الجديد، واللي هنقدم حلقاته بالكامل على القناة بتاعتنا، فكمل معي. هقدم لك السنة دي شرح وافي في المنهج تانية ثانوي، شرح يؤهلك بجد للتعامل مع النظام الجديد، وكمان يأسسك لتالتة ثانوي، وفيه مميزات تانية كتيرة جدا هتلاقيها في وصف الفيديو، انزل تحت واكتشف كل المزايا اللي موجودة في القناة. كل اللي عليك انك تشترك معانا وتفعل زر الجرس عشان تبقى اول حد يتابع الحلقات او العروض الاولى للمنهج معانا، وكمان ما تنساش اللايك والشير للفيديو، وتعالوا بينا نبدأ سريعا الحلقة الاولى بتاعتنا عشان ما طولش عليك. خلينا نبدأ ونشوف مع بعض يونت 1 تانية ثانوي بارت 1 او الجزء الاول في الفيرست تيرم او المنهج الاول. طبعا احنا عندنا 6 وحدات هندرسهم على 12 فيديو ان شاء الله، كل واحدة بنقسمها على جزئين. ده بارت 1 اللي هو الخاص بالريدنج تكست او درس القراءة. هتقولي ايه هي اهمية درس القراءة مستر؟ هقول لك مهم في حاجات كتيرة جدا، هو يعتبر اهم حاجة في اليونت، لان هو بنطلع منه الكلمات الجديدة زي ما انت شايف اللي بلون مختلف، زائد الاكسبريشنز او التعبيرات الجديدة زي make sure مثلا، prepositions او حروف جر زي closer to. يعني اي سؤال على الكلمات هيبقى خاص بالريدنج تكست. عشان ما اطولش عليك تعال نبدأ، واي نوتس او ملاحظات هتنزل لك هنا. How to perform first aid، كيف نجري اسعافات اوليه. كلمه ركز قوي مع perform first aid، يجري اسعافات اوليه. كلمه aid يعني verb بمعنى يساعد، وnoun بمعنى مساعد. طيب نكمل بعد كده. عندي او الجزء الاول بيقول لي if you find an ill، هنا صفه بمعنى مريض، or injured person، لو وجدت انسان مريض او مصاب. كلمه injured person يعني انسان مصاب، وفي injured ده verb بمعنى يصيب، injury noun بمعنى إصابة، injured adjective بمعنى مصاب. يبقى injured person على بعضها ايه؟ شخص مصاب. وخلي بالك ان دي adjective او صفة، والصفة تصف الاسم وتأتي قبله injured person. ركز في الكلام ده. You must check، يجب ان تفحص، the area around him or her، يعني لازم نفحص المكان اللي هو قاعد او حوله او حولها، يعني ده معناه. طب ليه؟ to make sure، كلمة make sure هنا معناها يتأكد، مش do sure، اسمها ايه؟ make sure. it isn't dangerous، ان المكان ده ليس خطير. then move closer to، تعال نشوف بعد كده. كلمة close عارفين ان هي يغلق as a verb، يعني closed دي او closed ماشي بالديد اللي هي مغلق، close مش مغلق، لا close دي متكافئ، دي adjective صفة بمعنى متكافئ. اقول لك مثلا ايه؟ the game was close، المباراة كانت متكافئة، يعني مفيش حد له ميزة على التاني. في close to اللي هي بالقرب من او قريب من، then move closer to، اقترب او تحرك بالقرب من the person، الشخص، and look careful ولا carefully، لا اللي بيجي بعد الفعل adverb او ظرف، فتبقى look carefully، انظر بعناية. add them، عليهم، do they seem، هل يبدون، to be very ill، ان هم مرضى، do they have severe injuries، severe هنا معناها قاسي او شديد، severe injuries يعني إصابات شديدة. if the person is a walk، لو الشخص ده مستيقظ، هي a walk ولا walk يا مستر؟ هقول لك انا ركز معاك. كلمة walk يستيقظ، walk up يستيقظ، اقول لك I walk at 7، انا بستيقظ، I walk up at 7، بس بستيقظ الساعة 7. I walk at 7، I walk up at 7 yesterday، انا استيقظت 7 امس. يبقى walk up يستيقظ، wake up I wake up، اللي هو استيقظت at 7 yesterday. awoke هنا adjective بمعنى مستيقظ، يعني عايزة قبلها verb to be، على عكس I walk، walk هنا مفيش قبلها فعل، لكن هنا لازم اقول I am awoke، he is awoke، اللي هو verb to be قبل كلمة awoke، لانها صفة بمعنى مستيقظ، وعكسها asleep اللي هي نائم. but not bleeding، كلمة bleeding معناها ينزف، وجاي من كلمة blood اللي هو الدم، bleeding النزيف، bleed ينزف، تمام، ينزف مش نزيف يا شباب، تاني ينزف، bloody اللي هو دموي. تعال نكمل. يبقى لو الشخص ده مستيقظ but not bleeding اللي هو ليس ينزف، يعني you have to ask them، لازم نسألهم how they feel، هم حاسين بايه، and what happened، ماذا حدث لهم. check their body، نتفحص الجسد بتاعهم for signs of injuries، لعلامات للايه، للإصابة. or infection، كلمة infection اللي هي عدوى، وجاية من infect يعدي،
انفكتد ده معدي اللي هو اسم مفعول يعني مصاب بالعدوى زي البشر مثلا. انفكشوس ده معدي مسبب للايه؟ للعدوى. اقول مثلا كورونا فيروس از ان انفكتد ولا انفكشوس ديزيز؟ لا هو انفكشوس لان هو مش معدي. الكورونا فيروس ده مش معدي، لا احنا اللي بنتعدي، انما هو معدي فنقول عليه انفكشوس. ركز في الكلام ده. انفكشوسلي دي افتر فيرب اللي هو بعد الفعل لانها معناها بشكل معدي. You don't have to، لا لست مضطر الى. You don't have to touch the person's body to do this، مش محتاج تلمس جسده عشان تفحص عن او تدور على الاصابات لان ده بيبقى معدي. طيب نكمل. If the person doesn't reply، لو الشخص ده لا يرد، طبعا reply يرد وبتاخد reply to اللي هي يرد على، لكن في replay اللي هي يعيد التشغيل او اللعب. Touch their shoulder، كلمة shoulder اللي هو الكتف، or their foot او القدم بتاعته مواضع الحس يعني، and shout، حاول تصرخ كده تصحيه تشوف هيعمل معاك ايه. طب ليه؟ To see if they react، كلمة react جاء من كلمة act، انا عارف ان كلمة act معناها يفعل يمثل او جزء في مسرحية او فصل في مسرحية ده اسمه act، لكن جاء من كلمة action اللي هي الحركة. لكن في react بقى اللي هي يستجيب لشيء او يستجيب لفعل معين، زي مثلا ان انت ضربت اخوك بالقلم فهو ادالك قلم على طول، انت كده عملت act وهو ادالك react. react ده اللي هو ايه؟ رد الفعل. يبقى تاني react اللي هو يستجيب او يرد على فعل معين، وبتاخد react to يرد على، react against ضد، يعني الفعلين موجودين. reaction دي اللي هي الاستجابة، تمام؟ يبقى كل فعل له ايه؟ reaction معين، كل action فعل له reaction اللي هي رد الفعل. and remember، تذكر، to check for normal breathing. normal breathing اللي هو التنفس الطبيعي. طبعا كلمة breathing جاء من كلمة breathe يتنفس وده فعل، breath ده اللي هو النفس اللي هو النبض اللي داخل الانسان يعني، breathing دي اللي هي العمليتين الشهيق والزفير. طبعا في breathe نضيف لها ان تديني شهيق، breathe out اللي هو الزفير، في breeze اللي هي النسيم، خلي بالك من الكلام ده اللي هي BREEZE. if the person، لو الشخص ده isn't breathing لا يتنفس، someone must call the emergency services immediately، يعني لازم نكلم خدمة الطوارئ على الفور. طيب بعد كده if you know how to perform CPR، احنا قلنا في do او perform CPR اللي هي معناها ايه؟ يجري تنفس صناعي او انعاش. طب ايه حكاية CPR دي او جاية منين؟ C for cardio، P for pulmonary، R for resuscitation، فهتبقى ايه؟ ركز معايا كده، cardio pulmonary resuscitation اللي هي التنفس او التنفس الصناعي او الانعاش. يبقى احنا كده عرفنا كلمة CPR بتخص ايه، يعني هي الاختصار للكلام اللي قدامك ده. You have to do this، have to معناها يجب ان او لازم ان، وطبعا هناخد الفرق بينها وبين must باستفاضة في الجزء اللي جاي بتاع درس القواعد. عايزك بس تشترك معايا في القناة وتكمل معايا منهجك وانت هتستفاد بكل حاجة. You have to do this to help the person start breathing again، لازم نعمل ده عشان نساعد الشخص ان هو يتنفس مرة اخرى. however، ولكن تساوي although او معنى although اللي هي بتيجي للتناقض يعني، او but. you mustn't do CPR، ممنوع تعمل ال CPR ده او التنفس الصناعي، unless اذا لم the person is lying on، كلمة lie on معناها يرقد على او يستلقي على، ودي طبعا لازم نفرق ما بينها وبين lie، يكذب، lie يكذب ده فعل منتظم، lie هنضيف لها دي بس فتبقى lied lied. فندي مثال مثلا اقول لك سينما ستارز يوجوالي لاي اباوت ذا ريج، يعني هما بيكذبون بشأن عمرهم، ده اللي هما نجوم الايه؟ السينما. تلاقي مثلا واحده عندها 80 سنه وتقول لك انا عندي 20 سنه، ده كده لاي اباوت، يكذب بشأن. طيب بعد كده لي اللي هي المفروض عندنا في الجمله دي، لي لين لين دي اللي هي معناها يرقد على، فاقول ذا بيرسون از لين لين، ده اللي هو الجيرند منها طبعا واي زائد اي ان جي. فندي مثال فاقول هي lay in bed، lay in bed يعني يرقد في السرير او ينام في السرير يعني، for a week لاسبوع، because of his illness بسبب مرضه. في lay برضو اللي هي تبيض بس التصريفات مختلفة، lay laid laid، يبقى انت بتفرق ما بينهم في التصريفات، lie يكذب، lie lied lied، lay يرقد، lay lain lain، lay اللي هي تبيض، lay laid laid. خلي بالك من كل الكلام ده.
طيب نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده معانا بيقول ايه. Unless the person is laying on their back. طبعا لو الشخص ده ايه يعني ممنوع تعمل التنفس الصناعي اذا لم يكن الشخص مستلقي او نائم على ظهره. On a flat surface. كلمة flat يعني شقة بتساوي apartment وتمشي صفة بمعنى مستوي. Flat surface يعني سطح مستوي. Surface يعني سطح. Such as مثل the floor اللي هي الأرضية. طبعا نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده. آخر حاجة في درس القراءة. Place. كلمة place يعني مكان أو يضع في مكان. Place your hand يعني ضع يدك on the center of the person's chest يعني في منتصف صدر الشخص ده. Put your other hand اليد الأخرى. Other hand اليد الأخرى. وهنشرح الفرق بين another و other و the other و your other بالتفصيل بس كمل معايا. Put your other hand on top of the first hand يعني حط إيدك التانية على الإيد الأولى. ثم lock your finger يعني اقفل صوابعك كده together. Make sure قلنا تأكد تمام. تعال نشوف بس الـ expressions اللي معانا. Make sure that your shoulders are above your hand يعني تأكد ان الاكتاف بتاعتك عمودية على يديك. بعد كده بيقول لي you don't have to press down. كلمة press down يعني يضغط للأسفل او press طبعا ليها معنى تاني اللي هو الصحف. You don't have to press down on the person's chest يعني انت مش محتاج تضغط على صدر الانسان ده طبعا عشان ما نتعبوش يعني. Very much كثيرا only 5 or 6 سنتيمترز اللي هي حوالي من 5 ل 6 سنتيمترات. بعد كده بيقول لي keep your hands اترك يديك on their chest على صدر الانسان ده. And allow it اسمح ليديك to rise up ان هي يعني rise up هنا ترتفع again تصعد مرة ايه مرة اخرى. ونقف عند allow to rise up شوية عشان ده كلام مهم جدا. كلمة allow معناها يسمح وفي let يسمح وفي permit يسمح. خلي بالي ان allow بيجي بعدها object او مفعول بعد كده to والمصدر. فندي مثال اقول he took a step backwards هو اخذ خطوة للخلف to allow her to pass يعني عشان يسمح لها انها تعدي او تمر. يبقى allow her to مش مصدر على طول يعني بتاخد to والمصدر. طيب في تاني كلمة اسمها permit يسمح او يأذن او اذن كتابي اذن رسمي برضو بتاخد مفعول to والمصدر ولكنها اكثر رسمية من ايه من allow. The security system اللي هو نظام الأمان أو الأمن أو الأمني will not permit you to enter مش هيسمح لك إن أنت تدخل without the correct password اللي هو بدون الباسورد السليم أو الكود السليم يعني. يبقى permit برضو بنختار معاها to المصدر وما تنساش إن هي تصريح كتابي اسم يعني. آخر حاجة كلمة let برضو بمعنى يسمح ودي بتاخد مفعول مصدر بدون to. فأقول مثلا he let her go out يعني he let her go يعني هنا مفيش to let her go مفيش to هنا فركز في الكلام ده. بعد كده كلمة rise up طبعا rise rose rising دي اللي هي ترتفع او تشرق لما الشمس تشرق كده فتبقى rise up تمام. بعد كده ترتفع برضو rise up الماضي منها rose خلي بالك من الكلام ده. what time ما الوقت does the moon rise يعني الوقت اللي القمر بيشرق او بيظهر فيه يعني ده معنى كلمة rise هنا. في raise raised raised ده فعل منتظم عادي جدا بياخد دي معناها يرفع او يربي يرفع صوته يرفع ايده او يربي. هنا يرتفع القمر يرتفع اللي هو الشيء يرتفع لكن هنا انت بترفع شيء فاقول لك مثلا raise your hand انت ارفع ايدك. Raise your voice انت ارفع صوتك يبقى دي عكسها. انما rise the sun rises الشمس هي اللي بترتفع. اتمنى تكون فاهم. She raised her gun هي رفعت البندقية وهكذا. Took aim اخذت حددت الهدف and fired ضربت يعني. كلمة arouse هنا ده verb برضو بمعنى يثير مشكلة يثير امر او يحس على امر معين وده فعل ماضي aroused فنقول مثلا it's a subject موضوع which has aroused a lot of interest يعني موضوع اثار العديد من او الكثير من الايه من الاهتمام. اتمنى تركز في شويه الافعال دي مربكه جدا ورخمه جدا وعايزك تستمتع كده بالانجليزي معايا من البدايه وتصحصح. وقلت لك لو عايز تحجز حصص مباشره
او تحل اختبارات الكترونيه، تابعني على الرقم ده او ابعت لي رساله على الرقم ده، وهندخلك مجموعات نون اكاديمي ومجموعات الواتس اللي احنا شغالين عليها. نكمل يا شباب. To rise up again اللي هو لكي ترتفع مره اخرى. You have to do this، انت محتاج تعمل ده 100 to 120 times، من 100 ل 120 مره. A minute، a minute هنا معناها per minute يعني لكل دقيقه. Until حتى the person starts breathing again، حتى ان يبدا في التنفس مره اخرى. Start breathing again، start بعدها هنا ال ing. نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده. طبعا خلصنا الدرس الاول، التكست نمبر 2 او النص الرقم 2 بيقول لي ways of boosting the immune system، طرق تحسين او تقويتها the immune system اللي هو جهاز المناعه. تعال نشوف النص هنا بيقول لي ايه. طبعا في البدايه خالص كلمه boost يعني verb بمعنى يحسن، boost noun بمعنى تحسين، وكلمه immune system ده اللي هو نظام ايه اللي هو جهاز المناعه يعني. Your friend regularly gets a cold or a cough، يعني صديقك ده بيجيله بانتظام، لو صديقك ده بيجيله كحة أو برد بانتظام. كلمة regular يعني منتظم، و regularly يعني بانتظام، وعكسهم الregular غير منتظم، الregularly بشكل غير منتظم. He or she eats a lot of fast food، يعني لأن هو أو هي بياكلوا الكثير من الفاست فود اللي هو junk food أو الطعام السريع. He doesn't eat a lot of fruit and vegetables، هو مش بياكل العديد من او الكثير من الخضار والايه والفاكهه. He or she also spends a lot of time playing video games، يعني هو بيقضي العديد من الوقت يلعب الفيديو جيمز. خلي بالك ان spend لها معاني كتيره، تعالى ندرسها كده بالتفصيل. في spend time يعني لو بعدها وقت دي معناها يقضي وقت، وبعدها الفعل زائد ing، زي spend a lot of time playing، يقضي الكثير من الوقت في اللعب. في spend money on، ينفق مال على، وبعدها noun او I in. اقول لك مثلا don't spend a lot of money on clothes or on buying clothes، يعني ما تصرفش فلوس كتير على الملابس او شراء الملابس. طيب نكمل يا شباب. وصلنا عند كلمة spend a lot of time playing video games، هي تقضي الكثير من الوقت في العاب الفيديو. And doesn't go outside، يعني مش بتخرج اصلا بره. Very often، كثير يعني. Because he or she plays a lot of video games، لأنها تلعب الكثير من ألعاب الفيديو. He or she often stays up late، لأن بسبب ده هي بتسهر كتير. كلمة stay up late هو يسهر كثيرا، stay up يسهر، late لوقت متأخر. And then ثم finds it hard، find it suffer، find it difficult، find it hard، find it easy، يجد الأمر صعب، يجد الأمر سهل. find it hard to المصدر to get for، to get up for school، انها تستيقظ او ان هو يستيقظ للمدرسه. You must eat less fast food، يجب ان تقلل من الطعام السريع بتاعك ده. Your immune system اللي هو الجهاز المناعي بتاعك، طبعا كلمه immune تعالى ندرسها كده بالتفصيل. immune to معناها محصن ضد، ودي adjective او صفه، طبعا هنا دي adjective اللي هي صفه بمعنى محصن ضد. فندي مثال اقول he seems to be immune to colds، يعني هو باين ان هو محصن ضد البرد. تمام. he just never gets them، يعني مش بيجيله برد، يبقى الانسان ده ايه واد محصن كده وجامد. طيب immune system ده اللي هو جهاز المناعه، خلي بالي من الكلام ده. immunity اللي هي المناعه نفسها. your immune system جهازك المناعي works better if you eat healthy food، هيعمل بشكل جيد لو اكلت طعام ايه؟ طعام صحي like fruit and vegetable. طبعا immunize اخر حاجه خالص، immunize against اللي هي يحصن ضد، وخلي بالك من الكلام ده شباب، كلام مهم جدا. وكده نكون خلصنا درس دروس القراءه بكل النوتس عليها. تعالى ادي لك اكسترا نوتس بقى اللي هي ملاحظات اضافيه ومهمه قوي. انا قلت لك هشرح لك الفرق بين another و other و others، the other، each other، one، another، كل ده مهم جدا، ركز معايا فيه. الفرق بين another و other و others و the other. another دي بيجي بعدها اسم مفرد، تمام، وقلنا معناها اخر او اضافي. فاقول لك مثلا I don't like this shirt، انا مش حابب القميص ده، please show me another one، يعني وريني قميص اخر، يعني انا كده عايز او حد واحد تاني غير ده. تمام، ده المعنى بتاع كلمه another. و another
بتيجي مع الاسماء المفرد. وطبعا في فيديو كامل دلوقتي لو عايز تشوفه هيظهر لك في الاشعارات، هيتكلم عن another و other والكلام ده. اما كلمه other دي الجمع بتاعها، يعني بتيجي مع اسم جمع ومعناها اخر او اخرون، وبتساوي كلمه others بدون اسم، يعني other زائد اسم جمع بتساوي others لكن بدون اسم. تعال نشوف ازاي. Some students بعض الطلاب find English easy to learn، شايفين ان الانجليزي ده لغة سهلة في التعلم. While other students بينما الطلاب الاخرون، other students other هنا واخده اسم ايه جمع، بتساوي ممكن احذفها اصلا واقول له while others على طول، بينما الاخرون ها don't مش شايفين الكلام ده. The other قلنا دي معناها الاخر، يعني ايه الكلام ده بهدوء كده. كلمة other لو قبلها the my your او اي محدد اي determiner، يعني في الحالة دي هيبقى معناها التاني من مجموعة مكونة من اتنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا here is one show هنا، او show هو ده فردة حذاء، الحذاء ده بيبقى مكون من فردتين اتنين، فاقول لك where is the other one، ما اقولش other one ابدا، مش اسمها other one، هي اسمها the other one، لان the other دي معناها التانية او الاخر، the other يعني الاخر. طيب I can't open my right eye، أنا مش قادر أفتح عيني اليمين، but I can see you with another ولا the other، لا هي the other اللي هي التانية، تمام كده the other one أو العين التانية، خلي بالك من الجزء ده يا شباب. بعد كده عندي كلمة، في حاجة اسمها بقى each other، دي اللي هي كل من هما الآخر يعني، وفي one another، دي تعبيرات كده بتتحفظ، يعني each مش معاها another، لا هي each other one another. أقول لك مثلا students should help each other، يجب ان يساعد كل منهما الايه الاخر. طيب خلصنا من الكلام ده، تعال نشوف، خلينا نكمل ونشوف everyday everyday daily الفرق ما بينهم. طبعا everyday اللي هي المتصله او كلمه واحده، دي صفه بمعنى يومي، واحنا عارفين يا شباب ان الصفه بتيجي قبل الاسم، زي مثلا تمرين يومي يبقى everyday exercise، قراءه يوميه تبقى everyday reading، عاده يوميه everyday habit. فممكن نقول doing everyday exercise هنا بتيجي قبل الاسم زي ما انت شايف كده، doing everyday exercise عمل التمرين اليومي helps you stay healthy اللي هو بيساعدك على البقاء بشكل صحي. اما everyday اللي هي المنفصلة ده adverb او حال، وده بيصف فعل ويجي بعديه زي ما انت شايف كده، I exercise او I do exercise everyday، انا بعمل تمرينات كل يوم، I play everyday العب كل يوم، walk everyday امشي كل يوم. يبقى المتصلة صفة وبتيجي قبل الاسم، المنفصلة حال وبتيجي بعد الفعل. كلمة daily يوميا شغالة الاتنين بقى، اللي هو صفة وحال، حال لما تيجي بعد الفعل I go to work daily، بروح للعمل كل يوم، يبقى هنا دي حال. I read daily newspaper، يعني أنا بقرأ المجلات اليومية، هنا صفة وجاية قبل الاسم. تعال نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده. كلمة the same as أو similar to، the same as معناها مشابه لي، similar to برضو مشابه لي. طيب بس الفرق ان the same معها as لكن similar to. اقول لك your bedroom is the same as mine، يعني هي نفس الشيء كبتاعتي او زي الحجرة بتاعتي. similar to معناها برضو مشابه لي، فاقول لك هنا my camera is similar to my sister's، يعني الكاميرا بتاعتي مشابهة لي بتاعت اختي، وبالتالي similar مشابه بعدها to قبلها verb to be، the same as نفس الشيء او مشابه، ها قبلها برضو verb to be وبعدها the same معاها as. لكن لو المقارنة في آخر الجملة، يعني مثلا your bedroom and mine حجرتك وبتاعتي are the same، يعني لو في آخر الكلام مفيش as خلي بالك، وبرضو similar مفيش to. كده نكون انتهينا من النوتس أو الملاحظات. نقرأ سريعا الكلمات بتاعتنا. أولا كلمة health اللي هي صحة، healthy صحي، وخلي بالي من الكلام ده، unhealthy طبعا غير صحي. لوك يقفل او قفل، ديسايد يقرر، وبتاخد ديسايد تو او اللي هي يقرر ان، او اي ديسايدد تو ستادي فرنش، قررت ان ادرس اللغه الفرنسيه. في ديسايد اون خلي بالك اللي هي يختار، يقول مثلا اي ديسايدد اون ذا بلو كار، يعني انا قررت اخترت، يعني اخترت السياره الزرقاء. في ديسايد ذات بعدها جمله، انا عارف ان ذات دايما بعدها جمله. بيرفورم اللي هي يجري، بيرفورمانس اللي هو الاداء، rise up اللي هي يرتفع. طبعا emergency قلناها، emergency service اللي هي خدمة الطوارئ، severe شديد، appear يظهر عكسها disappear، poster ملصق، infection عدوى قلناها، press down يضغط للأسفل، injured مصاب، react يتفاعل،
instructions تعليمات check يفحص area منطقة. بعد كده عندي كلمة technique اللي هي تقنية أو أسلوب CPR احنا قلناها اللي هي cardiopulmonary resuscitation اللي هو التنفس الصناعي. get ill يمرض leaf ورقة leaves أوراق. bleeding نازف أو ينزف. heart cuff shoulder athletes طبعا athletics اللي هي ألعاب القوة. coronavirus اللي هو الكوفيد 19 او مرض الفيروس الكورونا يعني. injuries اصابات. awoke mistakes pump مضخة او يضخ. a cold نزلة برد وبتاخد catch a cold او get a cold يصاب ببرد. injury اصابة damage تلف. stay up late يسهر. shout يصيح. بكمل. fast food normal breathing sudden death موت مفاجئ. responsibility اللي هي مسؤولية وبتاخد four. in charge of اللي هي مسؤول عن. persuasive مقنع جاي من persuade يقنع. persuasion الإقناع. care for أو care about يهتم بي. answer to رد لي. reply to رد لي. chest صدر. gloves قفازات. champion بطل رياضي. championship البطولة. hero بطل عادي يعني اللي هو فيلم في مسرحية. brain مخ. rap يلف أو يطوي. trophy كأس. persuade lying on. flat surface perfect place اللي هي بتساوي put أو put in place يعني. put on يضع أو يرتدي. brilliant متألق. encourage bandage expert immune system. بعد كده عندي الكلمات برضو نكمل. tight ضيق. fantastic kits العدة أو الأدوات. a character اللي هي شخصية. cell lungs muscles virus divide marry to honest duke sword title fight a play boost available عكس طبعا unavailable اللي هي غير متوفر. an act اللي هو فصل بند قرار طبعا act لوحدها يمثل يعني. organ عضو في الجسد انما في member عضو او شخص. seen kingdom polish reaches. بعد كده shout about اللي هي يصيح فيه. power طاقة giveaway يتبرع بتساوي donate. بيوتي اللي هو الجمال. كده باقي لك بس اللي هي حروف الجر. لازم تعرف الكلمة بتاخد حرف جر ايه والتعبيرات اللي احنا قلناها معظمها في درس الكلمات. ممكن توقف السلايد دي وتدرسها او تحفظها بالتفصيل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون استفدت منها بمعلومة والفيديو يكون عجبك. ولو ده حصل ما تنساش اللايك للفيديو وشير للمعلومة وتسيب رأيك في الكومنتس او في التعليقات تحت. ما تنساش لو عايز تحضر حصص مباشرة على نون أكاديمي وتتناقش معايا في المنهج أثناء الحصة طبعا ده بنعمله على تطبيق اسمه نون أكاديمي بالإضافة إلى حل اختبارات إلكترونية وحل جميع أسئلة الكتب الخارجية. لو عايز تنضم للمجموعة بتاعتنا ابعت رسالة على رقم الواتس اللي هيظهر قدامك ده. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.